السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقة رقم 3 من سلسلة مراحل البناء التي بدأناها قبل حلقتين. لمن فاتتهم الحلقات الأولى يمكنه الرجوع إلى تلك الحلقات ويستمر معنا. إذا توقفنا في الحلقة السابقة عند تسليح الأساسات المستمرة، قلنا أن الأساسات المستمرة يجب أن نقوم بوضعها على خرسانة النظافة، وذكرنا أبرز الأخطاء التي يجب أن نتجنبها بما في ذلك لك الأبيطون أو البسكوت وغيرها من الأمور الأخرى. إذا بالنسبة لتسليح الأساسات المستمرة يجب أن يكون بهذا الشكل، نضع يعني الأسياخ بالطولية والعرضية، وبعد ذلك نقوم بوضع لينيرفر كما تشاهدون هنا او لابوت دو ريجيديتي، وبعد ذلك نقوم بوضع ايضا او قبل ذلك نقوم بوضع تسليح الأعمدة مع ليفوال او جدران الاستيناد. طبعا لكي الخص الامور، لن اضع تسليح جدران الاستيناد في هذه الحلقة، يمكنكم البحث عن هذه الامور وحدكم. اذا بالنسبة لي التسليح كما قلت لكم يأتي بهذا الشكل. يمكننا يعني أن نذهب إلى الأوتوكاد ويعني نشاهد التسليح بشكل يعني أدق. إذا عندما نذهب إلى مخطط الأوتوكاد، طبعا هذا أساس مستمر كما تشاهدون، وهذا مقطع عرضي أو كوب ترانسفيرسال. نشاهد هنا الأساس، لدينا خرسانة النظافة، لدينا ليزارماتور ترانسفيرسال وليزارماتور لونجوتيدينال أي الأسياخ العرضية والأسياخ الطولية. طبعا هنالك بعض التساؤلات التي يعني تطرح كثيرا، وهي من نضع أولا، الأسياخ الطولية والأسياخ العرضية؟ في يعني الحقيقة هنا في هذه الحالة الأسياخ العرضية هي في الأسفل كما تشاهدون، والأسياخ الطولية في الأعلى، ثم تأتي لانرفر أو لابوت دو ريجيديتي، هذا هو التسليح الخاص بها، لن ندخل كثيرا في التفاصيل. هذا مقطع عرضي وهذا مقطع طولي كما تشاهدون، هذا مقطع طولي للانيرفور او لابورت دو ريجيديتي كما تشاهدون. هنا ياتي عمود، هنا عمود، هنا ياتي جدار الاستيناد او الفوال، هنا ايضا عمود عمود، ولدينا لي شابو، لدينا كل ال يعني ال للديتاي الخاصين بال النرفر الخاصة بنا. إذا هذا بالنسبة لي يعني التدقيق في هذا الأمر، لا أريد أن أدخل كثيرا في التفاصيل، المهم أن تفهموا مراحل البناء. إذا بعد ما ننتهي من التسليح، بالنسبة لعملية الصب تتم على مرتين. المرة الأولى تكون بهذا الشكل كما تشاهدون، يعني نقوم بعملية الصب بالنصف الأول. طبعا يجب أن نقوم بعملية القولبة، يعني قولبة الأساس من الجوانب لكي يعني نحافظ على هذا الشكل. بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية، وهي مرحلة يعني الصب لانيرفر، هذه يعني البقية مع الأمور سبوتو أو الرقبة يعني العمود، نصف العمود. بعد ذلك نخرج إلى يعني السطح المبنى، يعني المستوى 0-0، وعندما نخرج إلى المستوى 0-0 يجب أن ننتقل إلى المرحلة التالية، وهي للونجرين أو الكمرات الأرضية. طبعا هنالك نقطة مهمة، وهي يعني الدفان أو الرومبلي. قبل أن نقوم بعملية الرومبلي يجب أن نقوم بعملية يعني حساسة جدا، وهي صباغة الأساسات أو جميع المراحل أو جميع المناطق التي يعني يصل إليها أو تكون محتكة مع التربة بواسطة الفلانكورد، يعني أو البيت سائل بيتومين الذي يكون عازل ل يعني الرطوبة التي يمكن أن تسبب مشاكل للأساس، وكذلك يمكن أن تصل إلى حديد التسليح وتسبب الصدأ. إذا كل هذه التفاصيل سنحاول أن نتطرق إليها في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
أتمنى أن تكونوا قد استفدتم نوعا ما من هذه الحلقة القصيرة. أريد أن تكون الحلقات قصيرة وكثيرة لكي لا تملوا من السلسلة. نلتقي في الحلقة المقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.